سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ النهار ان شاء الله جيت باش ندير معاكم بيتزا باغيت. عندي الباغيت غيبقى غير يبس، وتا النهار غندير به البيتزا باش كتجي عشيوة خفيفة وظريفة ودغيا دغيا. عندنا غنبدا ديجا من لاصوص، من لاصوص طوماط. عندي بصلة، عندي التومة، عندي الخرقوم، عندي البزار، عندي التحميرة، عندي المعدنوس، كان عندي في الكونجيلاتور، كاين زيت البلدية، كاين لاصوص طوماط، وعندي البطاطا. تا البطاطا غنسلقها وغتشوفو معايا، والملحة. المهم دابا غنقطع البصلة ديالي، غنقطع البصلة غنديرها تشحر شوية مع التومة، ديال لاصوص طوماط دغيا 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 كتوجد. بحال اللي عندها الباكيط ما عندها ما دير بيه، دير بيتزا باكيط كتجي جديدة ودغيا كتوجد. قطع البصل ديالي رقيق، فوالا دابا قطعنا البصلة ديالنا. دابا غنقطعو التومة، كنحل هاد الوسط هذا كتكون حارة، كتبقى فيها هاد الوسط كتبقى حارة التومة شوية. البصلة ديالنا قطعناها، غنديرو معاها حتى التومة. هي التومة قبل نزتي التومة مزيان، قبل ما كتجي لاصوص زوينة، لاصوص كتبغي التومة تحل. عندنا تقريبا 4 دريوس ديال التومة. هنا غنكمل التومة ديالنا، فوالا، ونديرها العطرية العطرية، ونخليوها تشحر، وعاد نزيدو ليها لاصوص طوماط، خليوها تشحر على خطرة، نشعلو عليهم، ندير شوية زيت البلدية. نولع مليحة، عندنا الخرقوم، معلقة الخرقوم، معلقة البزار، معلقة كبيرة التحميرة، ونخليها تشحر شوية، وعاد نزيد لاصوص طوماط. فوالا دابا البصل ديالنا تشحر، البصل ديالنا تشحرت بحال هكا، غادي نزيدو عليها لاصوص طوماط، نديرو شوية د الماء، غادي نزيدو لاصوص طوماط بحال هكا، هي غنزيدها. هاد لاصوص طوماط هادي كتجي زوينة في البيتزا، في لي بات، في كلشي.
بقى غنزيدو المعدنوس، المعدنوس اللي عندنا مقطع ديجا، دابا ملي الصوص ديالنا غطيب نخليها طيب على خاطرها، هكا نخليها طيب على خاطرها. غندوز غنقشر البطاطا، نقشر البطاطا اللي عندي غنقشرها وغنقطعها ونديرها تسلق في الماء ونطلقها من بعد. صافي دابا ملي قطعنا قشرنا البطاطا ديالنا، غنقطعها معاكم خير باش تشوفوا كي غندير ليها. كيف قلنا هي غسلناها، غنبداو نقطعوها، غنقطعها هكا باش كتجي ساهله الماكله هكا في الكوباليت، ماشي هاد الصغار هكا. كنسلقوها في الماء مع شوية الملحة، كتجي ماكلة كتجي ساهلة هكا الليل ولا حتى الغدا اللي بغينا نديرها في الغدا ديرها في الغدا، المهم كتجي ساهلة وما كنضيعوش داك الباكيت اللي كيبقى لينا كيبس كنرميوه. دابا ديالي مازال ما يابش، ولكن الا ما كليناش النهار راه غيبس. المهم هانتوما معايا غتشوفوا كي غندير حتى التالي، هانتوما معايا. وانا البنات شنو بغيت نقول لكم، انا اخترت بطاطا صغيره، بطاطا صغيره هي اللي كتجي زوينه، الكبار كيجي شويه المهم ما كتعجبني هكا صغيره. ملي نتوما دير بطاطا كبيره قطعها على جوج ما تجيش خارجه من الباكيت، انا ديما كنختار هاد البطاطا هكا صغيره. المهم غنكملها فانديرها تسلق، شتي غير داك الصغيور انا هكا دغيا كطيب. غنديرها في الماء اللي غندير ليه شويه الملحه، الصوص ديالنا هي كطيب شويه عليها على ما طيب البطاطا، وغتشوفوا الباكيت. غنجيب معايا الباكيت وغنقطع الباكيت وغتشوفوا معايا. هلا البطاطا ديالنا منين تسلقات، هي البطاطا ديالنا طابت، البطاطا هي طيبة، لاصوص هي راه وجدت بحال هكا، الفخوماج ديالنا اللي غندير غندير فخوماج بحال هكا، الفخوماج اللي كندير في البيتزا. عندي هاد الفخوماج هذا ماشي ضروري، هاد الفخوماج غير اللي بغا يديرو، انا عندي في التلاجة وختي ضيع لي وكنت انا نديرو دابا، وشوية الزيتون والباكيت، كلشي على الباكيت. الباكيت المهم غنبدا دابا غندير غير طروف صغار، هنا غيكون ديجا شعلنا ديجا الفرن باش يكون الفرن سخون، ديجا كلشي طايب، داك الفرماج كيدوب وصافي، ها العشاء ديالنا وجد. سهلة العشاء اللي بغينا نديرها في العشاء سهلة، منها الباكيت ما كيضيعش، ومنها اللي عندنا في الثلاجة كنخرجو كنديرو فيه اللي كان، خاصها تكون كلاصوص طوماط واللي يعجبكم، كاين اللي كيدير الفلفلة مشحرة، كاين اللي كيدير بحال البيتزا اللي عندكم ديروه، لأن الغرض ديالنا غير الباكيت ديالنا ما يضيعش. اللي عندو الدراري داكشي راه يعجبهم العشاء وكيجي خفيف، واكثريه في العشاء ديما كنفكروا في العشاء شنطيبو العشاء شنطيبو العشاء، لان هذيك كتجي زوينه وكتجي خفيف.
فوالا دابا قطعنا الباكيت ديالنا، دابا قطعناه وجدناه، دابا غنبداو نديرو لاصوص ديالنا. نديرو لاصوص، هاني كنديرو البيتزا. كاملين هكا غنديرو البطاطا، نديرو الفرماج، منساوش تشعلو الفران ديجا من اللول، باش غي كدخلو الفران كيكون سخون غي كيدوب الفرماج و كتخرجوه. دابا غنوري معاكم كيف معاكم هادو، شتي علاش قلت لكم قبيله البطاطا خاصها تكون بطاطا صغيره كتجي مزيانه هكا، ما كتكونش خارجه، كي كانت كبيره غتجي كبيره على الباكيت ولا قطعها على جوج. بس كاين اللي كيبغي الزيتون وكاين ما كيبغيش الزيتون، غاديش نديرو انا كاملين الزيتون، ندير غير شي حبه زيتون وشي حبه بلا زيتون، ماشي كلشي كيبغي الزيتون في البيتزا. انا الزيتون غير هكا لقيتو في الثلاجه قلت راه نديرو، مي ما كنتش عوالة عليه. الفرماج اللي عنده يديرو، اللي ما عندوش ما يديروش، ماشي ضروري. انا كنت ولا غير البطاطا ولا صوص هادو غير لقيتهم في الثلاجه كنت راه نديرو غيبقاو يطيبو. لي باكيت ديالنا راه عندي سخون، هلا قلت هلك غنديرو في الفران سخون غير غيدوب الفرماج وانا معاكم. ولا البنات البيتزا ديالنا راه وجدت، شتي كتجي بحال هكا، كتجي مقرمله، كيجي لك الفرماج هكا زوين دايب مع البطاطا، درت معاها متي السلاط الصوص. ولا ديروها البنات كتجي ساهله ودغيا كطيب، وبالصحه والراحه. ما تنساوش لي بارطاج ابوني، وبقى شي فيديو ان شاء الله. سلامه.